طبعا مهرجان العالمين دايما بيبهرنا بمفاجاته المستمره، وعشان كده جمهور مهرجان العالمين هيكون مع مفاجاه كلنا نفسنا نشوفها، كلنا عايزين نعرف مين هو. عشان كده المطرب الصاعد تو ليت هيكون مفاجاه حفل كايروكي في مهرجان العالمين الجديده 2024 يوم الجمعه الجايه. معانا دلوقتي المخرج محمود، محمود ود، مخرج كليب حبيبي ليه وليالينا لتو ليت. مساء الفل عليك. مساء الفل، ازيك يا بس؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا يعني بتعشم ان انت تقول لنا مين هو تو ليت. مش عارفه العشم ده انا جايبه منين، بس يعني حاسه انك ممكن تقول لنا مين والله هو. السؤال ده بيتكرر كتير، بس هو للاسف صعب يتقال حاجه زي كده. طب خليني، طب هقول لك، ما تقولش هو مين، هو حد كان موجود وقرر يريب براند نفسه؟ لا برضه ما حد، ما كانش متاكد. حاجه جديده يعني خالص، ما مثلش قبل كده؟ حد جديد. هو قال لك تقول كده؟ صح، ملقن اجابه صح، هيتعرف بعدين. خليني اقول للجمهور انه الشكل ده او الستايل ده من يعني الحد المقنع او الملثم، يعني خليني اقول كان موجود آلان ووكر، يمكن شفناه، سيا بتلبس ويجز كتيره قوي بتخليها مختفيه معظم الوقت، الناس يمكن مش عارفه قوي تفاصيل وشها، وده الحلو قوي اللي عمله تو ليت والمختلف. وخليني اقول هو ذكي جدا، لانه أغانيه حلوة وكل حاجة، بس كمان الناس من كتر الفضول بتتفرج عليه دايما عايزة تعرف مين هو تو ليت. عشان كده أنا بسألك، يعني توقعت ممكن تقول لنا. هو فنان شاطر جدا وموهوب، وقدر يشد الناس بالطريقة الجديدة اللي هو حاول يسعى من بداية ما هو يعني فكر الفكرة دي. هو كان ده تفكيره من الأساس، إن هو يطلع بصورة أنونيمس، بصورة مجهولة، عشان يبين للناس ان هو مش شرط تعرف مين تحت الماسك، على قد ما تكون المزيكا عجباك والاغنيه عجباك ومستمتع بيها ومبسوط بيها. يعني ايه السر اللي بيخلي الناس فجاه تبقى بتحب اغنيه معينه؟ ما تيجي اعدي عليك مثلا، كل الناس على انستجرام وتيك توك بتحطها على صورها، على الفيديوز بتاعتها، ايه السر اللي بيخلي الناس يمكن فجاه بيحبوا قوي اغنيه معينه وبتبقى ترند بالشكل ده؟ هو اولا توفيق ربنا طبعا، يعني ثانيا ان هو ما شاء الله عليه قدر يشد الناس بطريقه الكتابه اللي هي ريليتبل ومألوفه لكل الناس، والمزيكا جميله، وعمل حاجه يعني بسيطه قوي وفي نفس الوقت عجبت شريحه كبيره من الناس اللي بتسمع راب واللي ما بتسمعش راب، فبالتالي اتبسطوا واحنا كلنا اتبسطنا يعني، فطبيعي الناس تحب الاغنيه. طيب اخر بقى سؤال عن موضوع الهويه لتو ليت، هو مصري 100%؟ مصري 100%. طيب نتكلم بقى عن التعاون بينكم، يعني مش هغلس عليك اكتر من كده. لا تمام براحتك. التعاون بينكم جه ازاي؟ مين يعني حاول يتعاون مع مين في الاول؟ مين عرفكم على بعض؟ فكره كليب حبيبي ليه؟ هقول لك، احنا كنا اصحاب اصلا من قبل المزيكا. يعني انت عارف هو مين؟ كنا اصحاب، وسبحان الله هو سمعني وقلت له ان شاء الله بصراحه اغانيك حلوه قوي ما تجرب، كان لسه بيجرب. وبعدها فجاه طلع الكاركتر ده. انا اصلا ما كنتش اعرف ان هو هيطلع بالكاركتر ده، يعني هو ذات نفسه ما كانش قايل لي. يعني انت ما كنتش عارف ان هو هيحط الماسك؟ لا خالص خالص خالص. هو لما عرفت بعد كده منه يعني، قلت له دي خطه ذكيه جدا وكمل على هذا الطريق. وبعد كده بفتره قال لي تعالى نعمل حاجه سوا، قلت له يلا بينا. يعني بعت لي البوم كان طي الشباب اللي هو اللي فيه تراك ليالينا، واخترت فيه ليالينا، وكانت تجربه حلوه والكيمياء كانت حلوه ما بين الكرو وبين الشباب. بصراحه طلعوا مجهود جبار، يعني طلعوا فيديو حلو قوي، من مدير التصوير للاديتور للكالرست للشباب كلها. فقعدنا التجربه تاني مع حبيبي ليه بس. طيب الكليب فيه شويه من ايس كريم في جليم. طبعا لعمرو دياب. هل خفت انه يبقى فيه اي حاجه من مثلا مقارنه، خليني اقول الناس تقول انتوا بتقلدوا عمرو دياب؟ بالظبط، الموتوسيكل، بعض الفريمز في السينماتوجرافي التصوير وكده، اقتبست منها شويه حاجات بحيث ان احنا الاغنيه نفس تحسيها نفس الحقبه بتاعت الفيلم. فانا حبيت ما ابعدش عن الحقبه دي، فبوصيت على كل الافلام اللي كانت موجوده، ربنا وفقنا الحمد لله. طيب حاسس الحفله هتبقى عامله ازاي؟ انه تو ليت بيغني مع كايروكي في مهرجان العالمين. انا متحمس جدا للحفله،
وانا هكون موجود برضو فيها، فانا دي اول مره اشوف صديقي اللي اعرفه من 3 4 سنين طالع على مسرح في عدد مهول من الناس بيغني فيها الاغاني اللي هو كان بيعملها وبيسعى ان هو يوريها للناس، فاكيد طبعا حاجه حلوه جدا، واكيد هو اكيد اكتر مبسوط مني 1000000%. طيب مش عايز تقول لنا اسمه حتى اي حاجه؟ لا صعبه دي، صعبه دي للاسف. ماشي خلاص، يعني اصل اكيد يعني في يوم من الايام هيزهق، هيبين وشه في يوم لا من الايام. لا خالص، انتوا اللي هتزهقوا. الفضول، الفضول مش ممكن. الناس عايزه تعرف الفضول ده اثر بالسلب ولا بالايجاب؟ انا شايفه طبعا بالايجاب. اثر بالايجاب على الارتست وعلى مزيكته، وخلى الناس حتى اللي ما بتسمعوش يبقى عندها فضول تسمعه، فلما تسمع تبدا تكتشف لا انه في حاجه حلوه بجد معموله هنا. حقيقي احنا مبسوطين بالحاله دي، حاله جديده يمكن اول مره نشوفها في مصر، وحاجه جميله ان احنا نبتدي نشوف النوع ده من المزيكا المختلفه، لانه دايما الناس تقعد تقول انه الجمهور بيرتبط دايما بشكل الفنان ايا كان ايه هو، فالنهارده احنا بنتكلم على مقنع في حاجه مختلفه شويه. الستايل ده موجود بره يمكن، لكن اول مره نشوفه عندنا في مصر، ودي حاجه جميله قوي. بالضبط. المخرج محمود ود، شكرا جزيلا ليك وبالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي.